المقصود اصلا من كلمه مشيرا لما اتكلم عنها هنا في الايه ان هو ابتدى زي ما قال على لسان معلمنا يوحنا يظهر اسمه للناس، يظهر يعرف الناس باسم ربنا. الله لم يره احد قط الاب، فبالتجسد بقى في طفل المزود، بقى في المسيح بيعرفنا بالاب ويشير اليه ويخلينا نشوف حاجات كتير ونعرف حاجات كتير كان الانسان محروم منها ومش واصل لها ومش بيشوفها. فمن هنا هو سماه، قال عليه ان هو طبعا مشيرا. في حكايه العقل، هو طفل المزود اتقال عليه اللوجوس، والكلمه دي لما اترجمت هي يقولون كده ان هي معناها عقل الله الناطق او نطق الله العاقل، عشان كده هو اقنوم المعرفه والعقل والنطق، اخذ جسد ليعرفنا الله.